دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع الزميلة هالة الحملاوي. إليك هالة. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة، لافتا إلى ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية. وخلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قال الرئيس السيسي أن مصر تحاول أن تقوم بدور إيجابي فيما يخص التعاون مع القارة الأفريقية وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرا إلى حرص الدولة على البناء والتنمية والتعمير في كافة المجالات. هذا وتفقد الرئيس السيسي المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح عما يقدمه جناح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث يتم عرض الوظائف المختلفة للبنك وقطاعات التمويل وكذلك الشركات التابعة للبنك. يتواصل فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة، حيث تم إدخال 161 شاحنة مساعدات إلى القطاع وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية من القطاع إلى مصر. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن معبر رفح مفتوح ومن يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي، وشددت الخارجية على أن مصر لن تقبل المزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني. ودعت الخارجية كل من يروج أو يدعي بغلق معبر رفح للرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 6 فلسطينيين آخرين بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة على مخيم طول كرم. كما أصيب 12 آخرون من بينهم 4 حالات حرجة خلال العدوان المتواصل على المخيم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تريد أن يجرى قتال في مستشفيات غزة ولا بد من حمايتها، وذلك على خلفية القصف المتواصل لقوات الاحتلال وحصارها لمجمع الشفاء الطبي بوسط المدينة. وأكد سوليفان على أهمية الهدنة الإنسانية لإطلاق المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة، مضيفا أن هناك محادثات مع قطر وإسرائيل من أجل إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. IDF spokespeople stating things along those lines. The Israeli government has also told us that they ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأمريكية حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية. وأوضحت واشنطن بوست أن أكثر من 30 مجموعة بما في ذلك منظمة أوكسفام أمريكا ومنظمة العفو الدولية ومركز المدنيين في الصراع صاغت رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للتعبير عن قلقها بشأن خطة البنتاغون لنقل الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية الموجودة بالفعل في إسرائيل. وقالت المنظمات في رسالتها لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية إنه من الصعب تخيل سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 مليمتر في غزة امتثالا للقانون الإنساني الدولي. دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لوقف القتال في غزة. وقال ويدودو بعد لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن وقف إطلاق النار في غزة أمر لا بد منه من أجل الإنسانية.
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن نحو 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وأضاف ألباريس أن 33 إسبانيا من أصول فلسطينية تحديدا وسبعة من أفراد عائلتهم عبروا بالفعل نقطة التفتيش المصرية على الحدود بين غزة ومصر في رفح، مشيرا إلى أن إسبانيا حصلت على موافقة إسرائيل لإجلاء نحو 80 فردا آخرا من غزة. رياضيا، خاض المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي، وشارك في ميران المنتخب 22 لاعبا وذلك قبل مواجهة جيبوتي يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تتواصل اليوم مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة في إندونيسيا، ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الياباني، بينما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيراني، وتلتقي البرازيل مع كيلدونيا الجديدة، بينما تواجه السنغال منتخب بولندا. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.